بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالكذب فكذبوا فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة قال: وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. بالقطيعة فقطعوا. قف على هذه. قال قف على هذه، نكمل الجملة فيما يأتي. عن عبد الله بن عمر، مو بن عمرو، أصلحوها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم، إياكم والظلم، إياكم اسم فعل بمعنى التحذير، أي ابتعدوا، لا تفعلوا، اجتنبوا. فقال: إياكم والظلم، المحذر عنه والمطلوب الابتعاد عنه الظلم. الظلم إحدى السيئات التي لم تبح بحال من الأحوال، كالشرك بالله عز وجل، لم يبح في أي حال من الأحوال ولا زمن من الأزمان. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، واختصه الفقهاء بما كان فيه التعدي على أخذ أموال الغير، وهو أعم من ذلك، لأنه في ظلم للنفس وظلم للغير، وهو نوع من أنواع البغي. الله عز وجل يقول: إنما حرم عليكم الآية التي في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الطيبات خصها الله عز وجل وأباحها للمؤمنين، لم يبحها لأهل الكفر والفساد، ولم يبحها للمسلمين الذين يستعينون بها على باطل.
كلهم يشتركون فيها وهو محرم في حقهم، لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اقرأ يا عبد الله بعدها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربع محرمة في جميع الأوقات والأحوال وعلى جميع المكلفين. إنما أداة حصر، إنما العالم زيد يعني غيره، وإن كان عالم لكنه ليس بالعلم المقصود، إنما العلم الكامل عند زيد. فإذا قال الله عز وجل إنما حرم ربي هذه الأربع ومنها البغي الذي هو الظلم، دل على أن غيرها ما هو مباح، لأن الله عز وجل لما قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك والقول على الله أن تقول ربنا قال ورسول الله قال ولم يقل، والبغي والفواحش، هذه الأربع جاء التحريم مطلقا. إيش معنى مطلق يا عبد الله؟ أي لم يقيد، دل على أن غيرها تحريمها ليس بمطلق. الوالدين ما ذكرت في الآية، قال إنما حرم ربي هذه، عقوق الوالدين لم يذكر، والزنا لم يذكر، وشرب الخمر لم يذكر، وإساءة الجار لم تذكر. الذي لم يفهم دلالة الآية في المنطوق والمفهوم يقول ما معنى هذا الحصر؟ لما هذه الأربع الفواحش والسيئات هي المحرمة؟ غيرها هل هو مباح؟ يقول له لا، هذه جاءت تحريما مطلقا، أما غيرها فتحريمها مقيد. بالوالدين إحسانا، يعني تحسن إليه إحسانا، تستجيب لطلبه، لكن هذا التقدير والبر بالوالدين وعدم العقوق مقيد. أين التقييد؟ لو دعاك إلى مظلمة أو دعاك إلى شرك أو أمرك بما يخالف الله لا تطعه. عدم إطاعة الوالدين هذا من العقوق، فدل على أن بر الوالدين ليس مطلقا لكنه مقيد. والخمر تحريمها ليس مطلقا، هو مقيد، من أصابته غصة أو التجأ أو طلبه حين العطش وخشي الموت في حقه معفو عنه، له أن يشربه. والخنزير كذلك يستطعمه لمن خشي على نفسه الموت. والقتل لم يأتي محرما مطلقا بل مقيد، لأن هناك في قتل دفع عن النفس وقتل إقامة للحدود، إلا هذه الأربع. عرفتم هذه؟ الظلم لم يُبح بحال ولا لأحد من الناس ولا في زمن من الأزمان، وكذا الشرك. فالظلم هذا لم يُبح بحال. اليتيم الله نهى الله عن أكل ماله، لكن الله عز وجل أباح القرب والتناول من مال اليتيم بقدر استحقاق المشرف والناظر عليه، فدل على أن تحريمه ليس مطلق إنما هو مقيد. فإذا ذكرت هذه الآية
يقول الإنسان ما معنى الحصر؟ إنما ربي، إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله. منها الظلم وهو البغي، لا يجوز بحال من الأحوال. التعدي على الغير في عرضه وماله لا يجوز، وظلم الإنسان نفسه لا يجوز بحال من الأحوال. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ يعمل السيئات ويعمل المخالفات، هذه لم يبحها الله عز وجل في حال من الأحوال. أما قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، هذه الأربع الله عز وجل أنزلها في كتابه وصدع بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لا أجد، ما وجدت في كتاب الله إلا هذه الأربع، مع أن في كتاب الله حرم الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس، ذكر محرمات كثيرة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن ما معنى لا أجد فيما أوحي إلي؟ هذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية، من أوائل ما نزل في مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تلاها قال لا أجد فيما أوحي إلي إلا هذه الأربع. لا تفهم منها أن معناها ما عداها غير محرم. لا أجد أي ليس في الكتاب المذكور، وكلمة لا أجد لا تدل على أن غيرها منفي بعيد لم يذكر، لا، إنما في ذاك الحين المحرمات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأربع. وكذا الآية التي تلوناها قل إنما حرم ربي الفواحش، هذه الأربع مفهومها، هذا منطوقها، هي الأربع مفهومها أن ما عداها مباح، لكن ليس معناه، لأن المنفي المفهوم عكس المنطوق. المنطوق إذا أثبت المفهوم ينفي، والمنطوق إذا نفى فالمثبت فالمفهوم مثبت. تعرف معنى منفي ومثبت؟ أنا لا أدري، إن شاء الله طلبة العلم يدركون ذلك. إذا قلت إنما جاء زيد دل على أن عمرو ما جاء، فأقول فإذا قلت إنما جاء زيد راكبا مفهومها لا بد أن يكون من جنس المنطوق. أنت أثبتت في المنطوق أن زيدا جاء بصفة وهي الركوب، فالمنفي كذلك لا بد أن يكون من جنس المثبت، معناه عمرا جاء لكن لم يأتي راكبا. فهمت معنى قولي إنما حرم ربي هذه الأربع الفواحش؟ محرمة على الإطلاق، لم يبح الله عز وجل في ظرف من الظروف. ولذا نص عليه من بقية وسائر الفواحش. لما كان الظلم؟ لم يقل الزنا، ولم يقل أخذ مال اليتيم، ولم يقل قهر الوالدين أو الجار. ذكرت هذه لأنها لم يبحها الله عز وجل في زمن من الأزمان. والظلم إن كان على الغير فإنه بغي، والباغي فإن الله يعجل له العقوبة في الدنيا غير ما يدخره الله له يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم. الظلم يا عبد الله ليس معناه محصور في إيصال الأذى إلى الغير وإيقاع الضرر به. الظلم لو نظرت إلى وجهه بغضب وإخافة فإنه ظلم. لو أنك قطعت عليه الطريق إعاقته عن المشي، مو قتله، هو يمشي يسلك طريقه لإغاظته فإنه ظلم. لو قلت فلان دنس الثياب، تعني أن ثياب، لأن دنس الثياب
قد يكون في الاستعمال العرفي أنه رجل غير طاهر الجنس وغير طاهر الأصل وغير طاهر الفعال، لكن إذا قلت تنس الثياب تعني به أن ثيابه قذرة، فهذا نوع من الظلم. فإذا عرفت فعرفت أن الظلم أعم من أن يكون تعد وإيقاع ضرر، فالله عز وجل حرم الظلم بأنواعه. وإذا كثر الظلم في قوم فإن الله يعمهم بعذاب. سكوتك عن المنكر تراه يقع على أناس، فإن لم يهمك بل وقع في القلب نوع من سرور، يقع أحيانا السرور، نعم، سيما إذا كان الظلم اعتداء وهذا الرجل المعتدى عليه لا تحبه، فإنك رضيت بما رضيت عن ما يغضب الله عز وجل، وهذه مشاقة لله ورسوله. تفاصيل ذلك طويل، لكن يكفينا أنه صلى الله عليه وسلم حذر عن الظلم لأن عاقبته وخيمة قد لا تقتصر على الظالم بل تعم، سيما إذا رآه الناس وسكتوا. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى تحذير آخر، اسمعوا ما يقول، اقرأ يا معلم. وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إياكم الفحش، فحش وتفحش، ومنها الفاحشة. الفحش في اللغة معناه تجاوز الحد المقدر له، كل شيء له قدر، فإذا تجاوز حده المعروف قيل هذا فاحش في الطول، تقول هذه نخلة فاحشة الطول وفلان فحش في طوله والطعام فحش في مذاقه. فالفحش إذا تعدى القدر المعروف المحدد له. الفحش إذا جاء في الفقه والشرع المعني به يا عبد الله هو النطق بالفاحشة أو إظهارها بالفعل، لأن الفحش أصله الخصلة الفاحشة، قد يكون في الفعل وقد يكون في القول. فإذا كان القول فاحشاً أو الفعل فاحشاً كأظهر شيئاً من عورته أو أشار بإصبعه أو أظهر لسانه يريد به أمراً يفهمه عوائد تلك البلدة وهي تعني بها نوع من الخنا وقول الفحش، فهذا يسمى فحش. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن الفحش وعن التفحش. الفحش إذا صدر عن غير تكلف، وهذا خلق، هذه غالبا تكون في خلقة الإنسان أي في طبعه، سيما إذا نشأ بين أقوام عودوا على ذلك. والتفحش التعمد في ذلك والمبالغة فيه، وهذا يكون فيه تكسب. إيش معنى خلقة وتكسب؟ خلقة يعني طبيعة نشأ عليه، يضحك أمام الناس، يبدي بعض عورته، أو يحاول أن يقول شيئا من السباب والقذع في القول. ارفع يدك يا ولدي عن فمك، اسمع مني الله يفتح عليك، إذا ما عجبك الكلام اقرأ، افتح كتاب الله واقرأ فيه. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم إياكم الفحش والتفحش. التفحش عن التعمد اكتساباً في إظهار الرذيلة أو قولها. ولذا كان تقول عائشة رضي الله عنها في خلقه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن هذه. التحذير نهي أي لا تفعلوه، والنهي الأصل فيه أنه يفيد التحريم إلا إذا جاءت دلالة تبين أنه للإرشاد والتنبيه والأدب، كما يقول صلى الله عليه وسلم يعني كل بيمينك وكل مما يليك،
كل مما يليك من باب الإرشاد والأدب، وهو أمر، وكذا إذا جاء النهي، يعني إذا لا تدخلوا على المغيبات، لكن هذا نهي يفيد التحريم، وأحيانا يكون نهي يفيد الإرشاد والأدب، ودلالة السياق تبين المراد من النهي. هنا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، أي لا تفعلوه ولا تقولوه، وهذا يفيد التحريم. وإذا حرم الله شيئا أو أمر بشيء أو نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء أو نهى عن شيء، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم أو أمر به، الأمر به إنما فيه مصلحة وخلافه فيه مضرة، فأراد الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم إرشاد الناس إلى ما هو أصلح لهم، لأن فعل الأوامر يعود نفعها على المخلوق. الله عز وجل لا ينفع، قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أمر بالذبح، ذبح الهدي والأضاحي، فالله عز وجل قال هذه ما ينال منها الله شيئا، إنما يناله التقوى والإخلاص، يعني بمعنى الذي يثيب الله المرء على ما يفعله ما هي الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإن عملت صالحا فلك ثواب ذلك وبالعكس. فإذا نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن الظلم والفحش لا بد فيها من حكمة، يسموها العلة أو يسموها الباعث، وقد تسمى الحكمة. ما الحكمة في هذا النهي؟ ما المقصود منه؟ الفحش والتفحش فيه إشاعة للفساد في الأرض، لأن فلان إذا تكلم بكلمة سيئة والآخر يسمعها وزاولها مرارا فإنه يهون وقعها على القلب، يسمعها الآخر ويسكت، فإذا انتشرت وظهرت أمام الناس فإن كثيرا ممن استمعها واستساغها فإنها يقولها لغيره. عادات كل بلدة وقرية وحارة وحي إذا اعتادوا على شيء ما من الفعل أو النطق إلا وانتشر على أبناء ذاك الحي تراهم يتقيدون بهذه اللفظة أو بهذه المشية، حتى الكلام إذا أشيعت الفاحشة في بلد فاعلم أنهم تركوا أمر الله عز وجل ونهيه، لا بد أن يسود أمر يسبب الاختلاف ويسبب نزول العقوبة. فنهى الله عز وجل حفاظا على الأمة. الكلمة السيئة يا عبد الله تطير حتى تقع في القلب، ثم يأتي الشيطان فيعظمها ويفخمها في قلب المستمع أو من توجهت إليه الكلمة، يقول هذا إنما عناك بهذه وإنما أرادك بهذه، فيغتلي قلبه حقدا على ذاك القائل فيترصد به، ثم يشكو لأهله وأولاده، فتنتشر الفساد وحب الثأر وأخذ الانتقام. فالله عز وجل نهى عن هذه لما يؤول الأمر إليه في فساد المجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، إياكم والفحش والتفحش، لا تكتسب هذا وتتعمده، ولا تجعله كذلك خلقا لك. اقرأ ما بعده. وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.
يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والشح. ما الفرق يا عبد الله بين الشح والبخل؟ ما الفرق؟ هذا سؤال. الشح في النفس، قل من يخلو من هذه الصفة، والبخل صفة في النفس كذلك، وقل من يخلو من هذه الصفة. الهوى وإرادة الظلم وحب الشهوات وحب التسلط والعلو، هذه أمور إذا جاء النهي عنها ليس المقصود يا عبد الله أنه لا يقع الشح في نفسك، ولا يقع البخل ويستقر في صدرك، ولا يكون لك هوى. لا، هذا أمر فوق تخليف المخاطب، ما يمكن أحد أن يتجرد عن هوى. إيش تعرف إيش معنى الهوى؟ إرادة الشر والرغبة فيه. كل هوى لا بد أن يكون مخالف لكتاب الله. إنسان يحب الشهوات، يريد ما نهاه الله عنه، لكنه يجاهد نفسه ويكبحها. ومنهم من يتبع هذه، فيقال فلان اتبع هواه. الله عز وجل ما نهى عن الهوى وما نهى عن الشح، لكن نهاك عن اتباعها والعمل بها. إياكم والشح، لا تغضب. الغضب ما يملك، لا يملك الإنسان ألا يكون منه غضب، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات الموجودة في النفس، أن تقوم أن تؤثر فيك فتعمل بموجبها. إذا غضبت لا تنفذ الغضب فتنتقم وتشتم وتفعل، اكبت هذا في نفسك، اصبر على ذلك. أنا قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعرف أن هناك فرق بين الشح والبخل. الشح شدة الحرص على شيء ما. شدة هذا الحرص أنك لا تحب أحد أن يشاركك فيه. ليس كذلك، لأن البخيل كذلك. مع شدة حرصك على ألا يشاركك أحد في هذه، تكره أحداً أن يكون عنده ذلك أو يفعله. ليس المراد أنك تحرص على الجمع، بل زيادة على ذلك تكره أحداً أن يكون عنده ذلك. ما يحب أن ينفق، لأن البخيل يمنع فضل الله عليه من الخير أن يناله غيره، ما يحب يعطي، وقد يبخل الإنسان حتى على نفسه. هذا البخل دون الشح، لأن الشح مع شدة الحرص بخل وأمر زائد. عرفنا هذا؟ ولذا الله عز وجل حين قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، جاءت في مدح الأنصار أنهم لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أتى الله المهاجرين، الذين هاجروا، الذين تبوأوا الإيمان من قبلهم والدار، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إذا الله عز وجل وسع على المهاجر أعطاه لا يحسده، هذه صفة عظيمة. ليس كل أحد يملك أنه يمنع هذه الصفة عن نفسه. حتى طلبة العلم إذا وجهت سؤالا فتلكأ الناس في الإجابة وسارع فلان، غيرهم يتحركون تململ، لما لم يقل هذه قبل هذا؟ إيش الدافع على التحرك؟ ما وجدت أنت، ما رأيت هذه؟ هذا أبسط ما يكون، فما بالك في العطايا وأخذ الأموال والمديح. لو قلت فلان هذا
رأيناه من أكرم الناس، أتظن أن الجالس جنبه ما يتأثر؟ هذه الصفة في الناس، هذه الصفة جبلة كامنة في النفس، قل من ينجو منها يا عبد الله. لما أثنى الله على الأنصار أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، الله أكبر. يوقى بمعنى يكون وقاية، والوقاية يا عبد الله لا تكون إلا من دفع ضرر أو خطر أو مكروه نازل على الإنسان فيتقيه، دل على أن الشح أمر وبيل وكارثة. فالله عز وجل يقول المفلح الذي الفلاح بمعنى الحصول على البغية. كلنا يسعى، تقوم في الصباح أحدهم يطلب فضل الله، والآخر يسعى إلى رحمة الله، والآخر يحب النجاة، لا لي ولا علي. ما في أحد هكذا خامل إلا من قلبه ميت، أما الذي قلبه حي لا بد أن يسعى. هذا السعي والطلب في الرغبات، الله عز وجل يخبر أن من وقي هذا الأمر الكامن في النفس فقد حصل على بغيته. كلنا له رغبة في سعيه، الذي فاز بالرغبة وحصل المقصود يقول فلان أفلح، أفلح في الأمر فهو مفلح. والفالح الذي وجد المقصود والبغية في سعيه، وفلان خاب وخسر وسقط في الامتحان، فلما قال هم المفلحون دل على أن غير من لم تكن له هذه الصفة ليس بمفلح. فكان عبد الرحمن بن عوف يسمعونه في الطواف يقتصر على هذه الكلمة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأنه صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الذي عنده الشح الشحيح، الشح أمرهم بالبخل فبخلوا، دل على أن الشحيح هذا الشح آمر. الآمر له من يتبعه فينفذ أمره، فكان الشحر آمر يعني يصدر أوامره أن يبخل هذا المرء. قال فأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ذكرت القطيعة. الحديث الآخر في السنن ليس فيه أمرهم بالكذب، بس أمرهم بالظلم فظلموا، لم يأتي بالكذب، أمرهم بالظلم، هنا أمرهم بالكذب كذلك، وأمرهم بالقطيعة. اقرأ هناك. قال أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أمرهم بالقطيعة، ذكرت القطيعة وإن كانت هي نوع من الظلم، إنما ذكرت نص عليها بخصوصها لأن قطيعة الرحم من أشد أنواع الظلم. أمرهم بهذه الثلاث وهي مجمع الفساد والخراب في الأمة. الشح دل على أنه آمر، من نجا منه فهو مفلح، يصل الرحم ولا يبغض ولا يحسد من أعطاه الله شيئا من النعيم من أمر الآخرة أو الدنيا، لا يكذب ولا يعمل الفجور، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا تنسى دائما في دعائك أن تقول اللهم قني شح نفسي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل ويقول: هل من السنة قراءة آيات فيها سجدة في الصلاة الجهرية بخلاف صلاة الفجر يوم الجمعة؟ ما يقال من السنة، لا يقال من السنة، لكن إن اتفق فقرأ فذاك هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس قرأ سورة اقرأ فإذا وجد عند قبل السجدة بآية ركع تحاشيا للسجدة، هذا غلط يا عبد الله. كذا في سورة الانشقاق إذا قرب من آية السجدة وقف فركع هروبا أن يسجد. أغلب من يتولى الإمامة من لا يفقه في كتاب الله أو ليس من أهل العربية، فيظن أنه لو سجد قام الناس عليه، أو يظن أنه لو سجد لا يعرف حكم السجود. لكن من السنة أنك إذا قرأت سورة فيها سجدة لا تقل أركع قبلها، اقرأها، سيما أحيانا من تمام الآية أن تقرأ التي تليها، لأن فيها السجود وبيان الخضوع، فيقف قبلها ويقطع دلال معنى الآية، وهذا لا ينبغي يا عبد الله. لكن كونه يتحرى السورة التي فيها السجدة ويقول أنها سنة، لا، ليست كذلك، إلا في صلاة الصبح يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى على الإنسان في الثانية، لا لأجل السجدة يا عبد الله، إنما لأن القيامة تقوم يوم الجمعة، ويوم الجمعة ذكر الله تفاصيلها في هاتين السورتين، فإذا قرأها الإمام ذكر الناس بذلك. نعم. إذا ابتلي الإنسان بامرأة تقع في أعراض الناس فماذا يفعل معها؟ ثلاثة لا يستجيب الله لهم دعاءً من هؤلاء الثلاثة: من كانت تحته امرأة تقول الفحش وتسيء صليطة اللسان فتبقى معه وتظلمه فيدعو، لا يقبل الله دعاءه، لأن هذا سرحها يا عبد الله، إن لم تتأدب سرحها لأجل الله. نعم. هل يجوز أن يقرأ البسملة في بيت الخلاء لأن المغسلة في داخل الحمام وجزاكم الله خيرا؟ لا تقرأ القرآن، واذكر التسبيح والتحميد والتهليل، إن لم تكن كاشف العورة تزيل الأذى. أما إذا قمت توضأ اذكر الله، قل بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اغفر لي ذنبي، هذه كلها أذكار يا ولدي، ما في شيء. نعم. لكن القرآن ما يقرأ. نعم. هل هذا من الغيبة أن يصف إنسان بأنه بخيل وهو فعلا أنه بخيل، أو أنه كذاب وفعلا أنه كذاب؟ إذا قلت فلان ظالم وفلان بخيل وفلان كذا لا ينبغي، لكي يأخذ الناس حذره. لا، هذا إذا استنصحك. الغيبة يا عبد الله ليس المقصود، الغيبة أنك تتلفظ بألفاظ لو سمع هذه الألفاظ التي تخرج منك أنها موجهة إليه لاغتاظ وتأذى في نفسه، أكره هذا الكلام. كل ما كان كذلك وهو غيبة، ما هو الغيبة أن تقول فلان يفعل كذا وفلان، لا يا عبد الله، حتى لو قلت فلان ظالم، فلان بخيل، فلان لا يقول الحق، هذه كلها غيبة. فإذا قالت هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، هذه كلمة تراها ما, 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 ما ينبغي أن تقال لأجانب الناس، فضلا أن تقول المرأة على زوجها هذا،
ما ينبغي، كان الفروض أنها توقره. إذن ما معنى كونه صلى الله عليه وسلم يسمعها فلا ينكرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يكون أمامه ما يقال أمامه شيئا فيه ما يغضب الله عز وجل، إنما أقرها صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت شاكية. ولذا لما تقف أمام القاضي وقد رفعت قضية، كيف تبين القضية إلا أن تقول فلان ظالم أخذ مالي، وفلان كاذب قال علي بغير حق. وكذا إذا استنصحك المرء قال فلان أراد شراكتي في المال، أو خطبة كريمتي، أو أنه أعامله في كذا، دلني، فتقول فلان تراه فيه ظلم كذا، احترس، قيد، اكتب. هذا نصيحة لابد أن تنصحه، كيف تتم النصيحة إلا بهذه؟ أما أنك تتعمد تقول كذا وكذا، لا يا عبد الله. نسأل الله أن يعفينا وإياكم، كلامنا كثير وخطأنا كثير، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب. نعم. ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ ما يعني سنة مؤكدة، يعني ارتفعت رتبتها إلى أنك مطالب بها، إذا فاتت اقضها. وفي سنن لو فعلتها تؤجر عليه، لو ما فعلتها لأمر ما قد يفوتك الثواب، وإن تركتها لعذر فإن الله يثيبك. نعم. قراءة السورة بعد، نعم، إذا دخلت إلى الصلاة والإمام قد شرع في قراءة السورة بعد الفاتحة، هل أستفتح أم أشرع في قراءة الفاتحة مباشرة؟ لا، استمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلما فاتت الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا انتهى، لأن بعض الأئمة يمطط، ما يقال يمطط، لكن يقرأ بتأودة ويقف عند رؤوس الآية، اغتنم الفرصة، اقرأ ما استطعت من الفاتحة، فإذا أراد السجود أكملها، لأنك لم تستمع إليها في أول الأمر. أما إذا استمعت إلى الإمام وأنصت، مو الاستماع أن تسمع الكلام في الميكروفون بمعنى أن هناك لغط دون فهم المعنى، هذا ما هو استماع. ولذا قال أمر، ولذا الله عز وجل أمر بالاستماع والإنصات. الإنصات أن تسكن نفسك وتعي ما يقول، فإذا وجدت هذه كفاك قراءة الإمام. فإن لها قلبك بعيدا عن معنى الآية ولم تتفطن حتى قال الناس آمين، لابد أن تقرأها يا عبد الله. أما إذا استمعت وأنصت تكفيك قراءته، فإذا لم تسمعها تحين الفرص واقرأها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. إذا شعرت بنزول شيء من المذي أثناء الصلاة وتأكدت بعدها، هل أعيد الصلاة؟ إذا شعر، مجرد الشعور لا يقضي، لكن إن لاحظت أن هناك بلل نتيجة هذا تتوضأ وتعيد الصلاة، سيما إذا كان مباشرة. وإذا علمت أن ما في بلل وقد حركة تراها من الشيطان لا تفتش، لكن إذا شعرت أن هناك بلل أو كذا، لأنه مما ينقض الوضوء، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، فلما انتقض الوضوء. وإذا ابتلي المرء فقمت فعملت، لا تظن هذا تعب ضائع يا عبد الله، هذه ليست من أعمال الآدميين. لما تدخل معه في تجارة فتخسر تقوم تغضب وكذا وتتأسف، لا يا عبد الله. فإن وضوءك ثانية وإعادة الصلاة فيها ترغيم للشيطان ومجاهدة للنفس وزيادة أجر، ما فعلته في الأولى فلن يضيع، ما ضاع يا ولد، أجرها واضح ومكفول إن شاء الله. نعم. وهل الودي يأخذ حكم المذي؟ المذي لا يخرج من المرء
إلا بعد شهوة تجول في النفس، إما خاطر يردده يفكر، أو أنه داعب فيمذي. أما الودي هذا لا دخل له في ذلك، قد يأتي عفوا إما من شدة الشبق أو من الفتوة والنشاط. نعم. نهى أو نهي عن من أكل أو عن أكل ثوم أو بصل من حضور المسجد، هل هو عقوبة له بحرمانه من شهود الجماعة أم عذرا له؟ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، لأنه إذا أخذ ثوم بصل آذى الذي بجواره، أذيته أنه يتحمل الوقوف معك، يذهب عنه خشوعه في صلاة ويتململ. متى يستطيع أن يكف هذا الأذى عنه النازل منك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكلتموه طري وقريب لا تقرب المسجد، صل بعيد، ابتعد عن المسجد. هذا فيه عقوبة له لأنه حرم من الجماعة. يدخل في هذا كل طعام وشراب كريه، وكل من كان فيه أذى في أسنانه لأنه لا يتستاك ولا يمضمض طيب ولا يخرج الأذى، ينام في الليل وهو آكل لحم فتبقى آثار ذاك الطعام بين أسنانه لإهمال وغيره. الله أكبر لو صليت جنبه، ما مر عليكم هذا؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.